السلام عليكم. طبعا استكمال الفيديو السابق كنا نحكي فيه عن how to choose the specialists of expert team. وصلنا انه يعني نعرف مين هو الاكسبيرت اللي يفضل اختياره ووضعه في هذا التيم. An expert is a person with extensive knowledge or ability in a particular area of study. The expert may form the team should come from diverse disciplines and sectors in order to provide a wide range of viewpoints. إذن هنا يعني الإكسبرت هو شخص لازم يكون عنده knowledge or experience في area محددة. طبعا مثلا في الاقتصاد احنا بحاجة إلى مختصين في الاقتصاد المالي محتاجين لمختصين في المالي في التعليم مختصين في التعليم بالإضافة إلى إحنا مختصين بحاجة إلى مختصين في الانفورميشن سيستم بحاجة إلى مختصين في الانفورميشن سيستم وبالتالي هو جونز الإكسبرت تيمز إذا مين إحنا نضيف دايركتورز أوف جوفرمنتال إيجنسيز إذا يعني مسؤولين من القطاع الحكومي مثل ما قلنا عن مثلا القطاع الاقتصادي بيكون مثلا عن وزارة الاقتصاد قطاع المالي ممثل عن وزارة المالية وهكذا. Presidents of national chambers اللي هو الغرف التجارية طبعا هنا الغرف التجارية يعني هي المسؤولة عن قطاعات الـ private sectors. Relevant academic and researchers members of significant NGOs. إذا هذا يعني تشكيل هذا التيم بهذا المجموعة من المختصين أكيد راح يكون كل واحد في اختصاصه في المجال اللي هو عنده خبرة فيه راح يدعم اللي هي الانفورميشن سوسايتي بوليسي بهذا يغذيها بالخبرة اللي هو بالمعرفة اللي هو بنتجها. الآن اوريدي شكلنا هذا التيم كيف هذا التيم ده ممكن يشتغل كيف هذا التيم ممكن تشتغل؟ How does an expert team work? Experts teams can work in different ways. يعني هم بحددوا الطريقة اللي ممكن يشتغل فيها لكن كإرشادات عامة ممكن نطرح الأفكار التالية first establishing a common methodology لازم يقعد اجتماع ويحددوا المثدول الطريقة اللي هم ممكن يشتغل فيها مع بعض reaching an agreement to work together for a given time يعني يكون هناك تفاهم فيهم يقدر يشتغلوا مع بعض agreed on an outcome يعني يكونوا كمان متفقين لشو نوع وشكل الخطة اللي هم بدهم يتوصل إلها establishing the periodically of meetings إذا كمان يحددوا مسبقا طريقة خطوة الاجتماعات وإمتى وين establishing the various working groups according to the chosen methodology. كمان كل فريق زي ما احنا شفنا في تشكيل الفريق كل مجموعة من كل فريق بشكل فرق جانبية تفرق عنها كثير من الفرق مثلا فريق للgovernment فريق للeducation فريق للhealth فريق للinfrastructure وهكذا. Deciding how to combine face-to-face meetings with ICT use. إذن كمان يتفاهموا مع بعض ويتفقوا مع بعض كيف ممكن يستعملوا face to face meetings طب وإذا تعذر يعمل face to face meetings نظرا للانشغالات ونظرا للظروف ممكن يمر فيها بدهم كمان يحطوا طريقة لكيف يتواصلوا باستخدام التكنولوجيا من خلال مثلا الايميل في الويكي في الفيرتشوال فورمز الكونفرنس جروب وهكذا. Working on partial reports يعني في هذا المرحلة كمان بدهم يتفاهموا انه يعني يعملوا بشكل يعني خلينا نقول مجموعات كل مجموعه تعمل تقرير تبعها الفريق الاي جفرمنت يعملوا التقرير تبعهم الفريق الانفراستراكشر يعملوا التقرير تبعهم وهكذا. Debating the reports unifying the reports into a first draft debating the first draft elaborating second and hopefully final draft فيما بعد يتم تجميع هذه التقارير المفصله واضح في تقرير واحد ومن ثم بيعمل اجتماعات مثلا لمراجعه هذه التقارير او وزع التقارير على المجموعه يعني حسب هم ما بيتفقوا
وبتم مراجعة هذه الخطة لما نصل لأفضل خطة ممكن. إذا الأمام نوع ماب of active psychological to national information society development area. وهي هذا الجدول الموجود في صفحة 87. الآن لما بنشكل الفريق قلنا إحنا الـ actors أو الـ stakeholders from government, private sector, civil society and all the other sectors. يفضل تشكيل الفرق بالصيغة اللي في الجدول، لكن هذا لا يشترط. إحنا بينا اثنين خبراء في الأريا اللي هم بيشتغل فيه. على سبيل المثال الفريق اللي بده يشمل أو بده يختص في الاستراتيجيز and investigations policies and strategies and investigations، طبعا أكيد بده يكون إذا كان مختص في investigations في التشريعات القانونية بيكون أفضل. وبالتالي من الجوفرمنت ممكن ناخذ representatives of the ministry of justice ممثلين من وزارة العدل، من الـ private sector مثلا private lawyers محامين private lawyers offices من مكاتب المحامين ممكن ناخذ أحد مختص منهم، من civil society كمان ممكن ناخذ أحد مختص في legislation وهكذا. الآن السكوب الثاني أو الأريا الثاني مثلا أو السيكتور الثاني مثلا اللي هو الاندستريال ايكونومي. الآن لما بنشكل الاندستريال ايكونومي بوليسي ممكن نحط ريبريزنتيتيفز من منستري اوف ايكونومي اند اندستري وهكذا، كل المعنيين يعني من الوزارة المعنية طبعا، والشخص اللي بترشحه وزارته. واحنا قلنا اوريدي الاكسبيرت هو اللي عنده نوليدج اللي بيشترك يعني معنا، بيكون عنده نوليدج عنده خبرة، كل مكان معرفته اعلى كل مكان خبرته اعلى بفيدنا اكثر. من البرايفت سيكتور ايضا بدنا ناس مختصين في الاندستريال اند ايكونومي، من الان جي اوز وهكذا وهكذا باقي القطاعات التليكوميونيكيشن التكنولوجي والشيء اللي علاقه بالسوشيال ايشوز. اذا هذا بشكل عام طريقه تشكيل الفريق. وبهيك احنا بنكون غطينا موضوع اللي هي الانفورميشن بوليسي، الانفورميشن بوليسي اللي هي يعني معنيين فيها احنا في مرحلتنا نظرا في بلادنا نظرا لاهميتها ان وكيف احنا ممكن نطلع او نتحول لتصير لانفورميشن سوسايتي. اذا ان جنرال يعني ممكن احنا نشمل موضوع الانفورميشن بوليسي في عده خطوات. المرحلة الأولى اللي هي تشكيل فريق جيد من الخبراء، هذا الفريق يكون عنده فكرة وخبرة في عملية التخطيط. اثنين الوصول صناعة كنا سميناها صناعة خطة للإنفورميشن سوسايتي وكيف تطبيقه، وهذه الخطة المفروض تكون يعني مرتبطة بالأكشنز، مرتبطة بالثمن، مرتبطة بالفاينانسينج. سبقها كينا نمين المسؤول عن الفاينانسي كمان لازم يكون محدد، وإنها يعني كمان مرة إنه إنها توقيتات معينة للشاعر، لأن لا يجوز المرضي يعني أوقات كثيرة جدا في التخطيط وفي النهاية ما نصل. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التطبيق، طبعا هذا التخطيط لازم ينتقل للتطبيق، وأخيرا اللي هي مرحلة الفولو أب والمتابعة والتطبيق بيكون الانفورميشن سوسايتي وضع جيد. في النهاية كبير قياس هذا المجتمع المعلومات وين إحنا واصلين فيه، لازم يكون بشكل مستمر عملية القياس زي ما شفنا في 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 لقاء اللي له علاقة في الوضع الفلسطيني باستخدام مقاييس الـ ITU اللي هي الـ International Telecommunication Union، وهو يستعمل ثلاث مقاييس، مقياس الأول مقياس التكنولوجيا وكيفش استعدادنا للتكنولوجيا، المقياس الثاني هو مقياس الأكسس كيفش استعداد ليش في عندنا كيفش عم نستخدمين هالتكنولوجيا، والمقياس الثالث هو مقياس السكيلز وكيفش عندنا مهارات. وشفنا فيها إنه إحنا عندنا الوضع متفاوت، أفضل شيء إحنا كنا في السكيلز يعني عندنا ناس مدربين، مع ذلك بحاجة لخطط أكثر للتدريب، بحاجة لخطط أكثر لتحسين وضع التكنولوجيا والإنفراستراكشر، بحاجة لوضع إنه بحاجة لوضع الجهود الاستخدام، بحاجة لتطبيقات، بحاجة لتوحيد التضافر الجهود
وبنتمنى انه يعني يكون هذا الكلام مفيد، يكون مفيد لحكومتنا، لبلدنا، مفيد لمؤسساتنا. بارك الله فيكم، اتمنى لكم دائما ابدا موفور الصحه، ونحمد الله من كل مكروه. دمتم، والسلام عليكم ورحمه الله.